ومن جدة يلتحق بنا هاتفيا المستشار الاقتصادي دكتور فواز العلمي. أهلا بك دكتور فواز. إذن المشاريع التي يدشنها الملك سلمان في المنطقة الشرقية تتنوع، كيف تتكامل هذه المشروعات في إطار رؤية المملكة 2030؟ طبعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله أكد على موضوع أساسي جدا، وهو موضوع تضافر الجهود، جهود الجميع سواء القطاع العام، القطاع الخاص، المواطن، الوافد، جميع هذه الجهود يجب أن تتضافر حتى تحقق الرؤية، رؤية المملكة 2030 وأيضا برنامج تحول الوطني 2020. المشاريع، ولذلك جاءت هذه المشاريع كناتج من هذه الرؤية وهذا البرنامج، مشروع تدشين 100,000 وحدة سكنية في الأحساء، مشاريع البتروكيماويات والمشاريع الصناعية في منطقة الجبيل ورأس الخير، جميعها تؤدي في المستقبل إلى تنمية المواطن أولا، وثانيا تحقيق ما يطلق عليه بالعدالة الاجتماعية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، لتمكين القطاع الخاص من تنفيذ دوره في هذه الرؤية. ويجدر هنا الإشارة إلى أن صندوق النقد عندما أصدر قراره بالأمس وتقريره، نعم، الذي ذكر فيه وأكد على أن المملكة تسير بطريق صحيح في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي وعدت بها، وهذه الإصلاحات الاقتصادية ستؤدي مستقبلا إلى انخفاض العجز في الميزانية من 16% كما كانت عليه في العام الماضي إلى 13% في هذا العام، وكذلك تخفيض الدين العام الذي لا يتراوح أكثر من 12 إلى 13% هذا العام. طيب دكتور فواز، انطلاقا من الزيارة الملكية للمنطقة الشرقية، كيف تؤكد رؤية 2030 أو دعنا نقول تعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي؟ إذا نظرنا إلى البرنامج التحول الوطني والرؤية، نجد أن هنالك أهداف محددات ومؤشرات لهذه الأهداف ونتائج لها تحتسب بقيمة ونسب تحقيق هذه الأهداف. من ضمن هذه الأهداف أهداف وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية التي وضع لها 16 هدفا، وأيضا وزارة البيئة والمياه والزراعة ووضع لها أيضا 16 هدف. هذه الأهداف لكي تحقق لابد أن يكون هنالك استثمارات في المناطق الصناعية الواعدة، وهي الجبيل وينبع، نعم، والمناطق الأخرى. نعم. طبعا هنالك أيضا مشاريع سنعلم عنها مستقبلا بإذن الله، وهي في وحد الشمال بإذن الله ورأس الخير وغيرها وهذه هي، نعم، المشاريع التي ستحقق أهداف الرؤية وأهداف التحول. نعم. شكرا لك من جدة المستشار الاقتصادي دكتور فواز العلمي.